الباحث والمفكر الشيخ يوسف نسان. دلوقتي انت خدتنا في رحله، ايوه لفه كده، فت على انا هو خلصنا خمسه منهم، تمام، بقى اتنين. ولو انا فاكر مظبوط الاتنين اللي باقيين لينا الكارما، الكارما والقيامه، او الطريق والحق والطريق والحق والحياه، تمام، الكارما الحقيقيه. ابتدينا نفتح، الوقت ما قضاش، من فضلك كلمنا عن انا هو الكارما الحقيقيه وايه المعنى. انا ممكن قبل الكارما الحقيقيه اقول، لانه زي ما اتفقنا انه جت كلمه انا هو 15 مره، طيب سبعه بدون اوصاف، بدون اعلان لشيء اضافي، وسبعه اللي احنا بنتكلم عنهم، فاضلين لنا اثنين منهم. طيب. بس بالاضافه للسبعه وسبعه في مره اترجمت انا كائن. هي عموما كلمه انا هو يعني اهي، وده الاسم اللي كان معروف، يعني الاسم اللي قاله الله واعلنه لموسى، لما اسمك ايه؟ قال لهم اهي. اهي معناها انا هو، انا هو او انا كائن، الكائن بذاتي، يعني الكائن أنا بذاتي، يعني انا مش محتاج، يعني انا هو، يعني لا في انا مش مخلوق، انا مش معتمد على غيري، انا هو، انا الكائن بذاتي، انا الكائن من الابد للابد، من الازل للابد. فهو لما اتكلموا معاه في يوحنا 8، ايوه، وقالوا له انت سامري وبك شيطان، قالوا له مرتين بك شيطان، وقالوا له انت سامري، وقال لهم من فين بتقولوا لي، يعني ايه السبب اللي تقولي ان بيك شيطان؟ فبيقول لهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. يعني ايه راى يومي؟ مش ابراهيم ده قبل المسيح يسوع على الاقل 1700 او 1800 سنه، يعني لا اسف 2000 سنه على الاقل من ابراهيم، في فاصل تاريخي بين ابراهيم والرب يسوع، ابونا ابراهيم والمسيح يسوع. ايوه، طب ايه بقى معنى الكلام اللي قاله المسيح ان ابوكم اللي قبلي ب 2000 سنه راى يومي ففرح؟ بان يرى يومي فراى وفرح، يعني ايه؟ هم استقبلوا الكلام ده ازاي؟ ما هو اولا فقال له اليهود ليس لك 50 سنه بعد، ما عندكش 50 سنه، وكان عنده 33، بس بيقولوا له يعني يعني لما نفنكر يعني لو بلغنا 50 سنه. افرايت ابراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه. يعني اللحظة دي اللي قال لهم أنا كائن، أنا أهية، ما هي الآرامية والعبرية، الآرامية تعتبر كأنها لهجة من العبرية. يعني مش لهجة، يعني خارجة من العبرية، وبالتالي الكلام اللي قاله بالآرامي المسيح، لأن دي لغة أهل فلسطين في ذلك الوقت، لما قال لهم أهية، فهموا ان هو بيتكلم عن نفسه باعتباره الله بالذات، وهو بيقول قبل ابراهيم انا كائن، قبل ابراهيم انا اهيا، يعني فرفعوا حجاره ليرجموه. اولا احنا عارفين ان ظهورات الرب في كل العهد القديم كانت هي يسوع المسيح، مش الله الاب، الله الاب لم يروا احد قط. يعني الابن الوحيد هو اللي بيخبر، هو اللي بيعلن عن نفسه. وبالتالي مثلا لما بنرجع لتكوين 17، الثلاث ملائكة اللي راحوا كان واحد منهم هو الرب، وفي حديث إبراهيم معاه بعد كده بنكتشف أنه هذا الرب، والاثنين ملائكة التانيين هم اللي هيروحوا لسدوم وعمورة، لكن هو اللي بيفضل موجود اللي هو الرب اللي هو يسوع. يعني أي حاجة جت عن أن احنا شفنا ربنا في العهد القديم، الكلام ده كان كل عن الإعلانات، كل الإعلانات، حتى بما فيها إشعياء 6 لما بيقول رأيت السيد، طالما رأى ده بنتكلم عن الابن بس. فلما بيقول رأيت السيد في إشعياء 6، رأيت السيد جالسا وأذياله تملأ الهيكل إلى آخر دي هذه الرؤية، كان بيتكلم عن الله الابن، الرب يسوع المسيح. طيب اتفضل استكمل. هنا بيقول أنا كائن قبل أن يكون إبراهيم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أي فرفعوا حجارة، لأنه طبعا خلاص هو سوى نفسه، وهو قال عن نفسه أنه أنا الله، يعني مش مجرد أنا الله، وبالتالي تكفي كفر بالنسبه لهم. لكن عايز اقول لك دي الاعلان الواضح الشديد الوضوح بالنسبه لليهود. يعني لم يوضح نفسه لليهود حتى اثناء محاكمته بالدرجه دي. وبالتالي كان مساله رجمه كانت اكيده، لان ما كانوش محتاجين شهود، هم سامعينه وهو بيتكلم عن نفسه، هم بيستنكروا بيقولوا له انت ما عندكش 50 سنه، أيوه، ازاي تقول هو رآني؟ طب ايه بقى معنى كلمه ان ابوكم ابراهيم رأى يومي وفرح دي؟
دي فيها مدارس كتيره. ناس قالت انه اعلانه عن نفسه في سفر التكوين باكثر من شكل. يومه هو يعني بمعنى ان تحقيق النبوات اللي اتقالت لابراهيم، يعني كل الوعود اللي اتقالت لابراهيم لم تتحقق بشكلها الكامل الا في المسيح. يعني المسيح هنا بنتكلم عن ابن الموعد، يعني باعتباره ابن الموعد. اللي زي ما قلنا في غلطية 3 17 و18، المنطقة دي في غلطية 3 كلها بتشرح لينا كيف أن المسيح هو التحقيق الكامل للوعد اللي الرب قاله لإبراهيم. لكن بنرجع بقى للمرتين اللي فيهم الكرمة، اللي فيهم الكرمة الحقيقية في صح 15، في صح أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. هنا بنتكلم عن أكتر بقى الحياة المثمرة. يعني طبيعة العلاقة اللي بيننا وبين الله الابن، يعني الأقنوم الثاني، طبيعة هذه العلاقة لازم تثمر في حياتنا. اللي مش هتثمر في حياته في علامة استفهام كبيرة فعليا، لأن كان في كلام كبير في يعني فيما بعد الكنيسة الأولى إنه كأنه بولس بيتكلم عن إيمان و يعني خلاص بالإيمان، ويعقوب بيتكلم عن خلاص بأعمال. الثمر هنا بدأ وكأنه أعمال، الثمر مش أعمال، الثمر نتيجة. يعني نتيجة هذا الاتحاد، هذه العلاقة، وبالتالي لازم يعني لا ننتظر من هذه العلاقة إلا هذا الإثمار. والإثمار ده أحد أوجهه أو تطبيقاته هي الحياة والأعمال اللي بنعيشها، السلوك العملي طبعا بنمجد به أبونا الذي في السماوات. يعني لازم يظهر. وده بيبان مثلا في أفسس 2 بولس الرسول، وكأن مجامع بين المفهوم اللي هو بيقدمه والمفهوم اللي بدأ وكأنه يعقوب بيقدمه مناقض ليه في أفسس 2. ودي يعني كويس نشرحها، لأن بنتكلم هنا عن الثمر. في أفسس 2 بيقول الكلمات دي، نفتحها مع بعض. لأنكم بالنعمة، في عدد 8، لأنكم بالنعمة مخلصون كويس بالإيمان. طيب، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. ده أكيد. وده المفهوم اللي بولس الرسول بيأكده في رسالته الرومية، في رسالته، في كل رسائله. طيب، ليس من أعمال، فبينفي فكرة الأعمال كي لا يفتخر أحد. ليه بقى؟ لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع، مربوطين، مزروعين ككرمة والأغصان. يعني داخل يعني في واخدين العصارة دي، هذا الاتحاد العضوي ده، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. مش لإيمان بس، لأعمال صالحة طبعا، قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. احنا مش موجودين إلا عشان نسلك في النور. جميل. لا يمكن إنسان يقدر يبقى ليه علاقة بربنا ومفيش ثمر في حياته. وبالتالي هنا الإعلان، أنا الكرمة الحقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه. كل من ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وهذه حياتنا وطبيعة علاقتنا بالمسيح يسوع. طيب، عندي سؤال دلوقتي. حضرتك بتقول أنه في تساؤل جامد لو أنت بتقول أنك في المسيح وما فيش ثمر. أيوة. هل أنا فاهم صح؟ تمام. تساؤل جامد ده يعني إيه؟ يعني أنت بتشكك في ادعاء الشخص اللي بيقول ان انا مؤمن وعارف المسيح وبكده، تمام، لكن حياته مش بتظهر كده. حتى لو انا في يوم في من الايام كان في الوعظه في اجتماع في المؤتمر مش عارف ايه، وقالوا لي تقبل المسيح، وقفت وعيطت وبكيت وسلمت قلبي وحياتي وعملت ده كله، انت شايف ان ده ممكن يكون خدعه؟ علامه استفهام بحجم حياته كلها، يعني بحجم ده. احنا بنتكلم عن حاجه اكبر من كده بكتير. احنا مش بنتكلم عن حياه غير مثمره كويس ومش حياه فيها اعمال صالحه، احنا بنتكلم عن حياه ممجده للمسيح. احنا ليه نازلين للدرك الاسفل ده؟ يعني ليه عايزين مستوى السلوكيات بس اللي تحت ده وعايزين نبتدي يعني نعلله او نبرره؟ لا، ده المسيح عايزنا نمجده، نكون مثله، نكون كاملين. ده انا في رايي كل ما دعانا اليه المسيح انه يرفع من حياتنا ويغير مننا للافضل دائما الى ما لا نهايه. وبالتالي المقاييس اللي بيدعونا اليها عمرنا ما هنقدر نحققها على الارض، ولا اي قديس، لا بولس ولا بطرس ولا اي شخصيه في الدنيا. طب مش ده تعجيز؟ لا بالعكس، ده هو انا دلوقتي عايز ارفع الشخص، عايز احمسه، اجي اقول له 70% كويس، 80% كويس، لا انا عايز له 100%. هو مش هيقدر يجيب في 100%،
بس هو عارف انا في النهايه هفرح بيه طالما بذل المجهود وكان مخلص. طيب لكل اعلان بقوله له. طيب السؤال الثاني، هل عند حضرتك اي توضيح للايه اللي قريتها اللي بتقول فيها كل غصن فيا لا ياتي بثمر؟ الكلمه بقى اللي تهمني اللي بعدها، ايه حكايه ينزعه دي بقى؟ ايه ينزعه دي دلوقتي؟ اي غصن مزروع في البيئه الطبيعيه بتاعته كويس، بياخد كل العصاره اللي مطلوبه كويس، المفروض يعيش حياه صحيحه كويس، ويعطي الثمر المرغوب منه كويس. يعني انا بتكلم هنا دلوقتي عن غصن طيب، عن زرع قبل ما نيجي للتطبيق، وانا لسه معاك. فاي اي اي فلاح، اي صاحب ارض هيلاقي هذا الغصن او هذا الفرع مش جايب وبياخد عصاره وبياخد ميه وبياخد اعتناء وبياخد اهتمام على الفاضي هيقطعه. طيب يبقى احنا بنتكلم هنا عن الشخص الغيط اللي في الكارما والغيطان. كل اللي انا بقوله بقى ازاي نقدر نطبق ده في ظل، انا دايما بقول الايات المنزوعه من سياق القرينه اللي بسميها القرينه الكامله اللي هي القرينه الكتابيه، بيبقى صعب ان احنا نفهمها لوحدها كويس، لان هنلاقي نفسنا دايما في تضاد مع اماكن تانية بتاكد تانية بتاكد انه الذين هم في يدي، اللي هو مثلا في يوحنا 10 يعني ما حدش يقدر يخطفهم مني. الايه الاولى اللي فيها بيأكد ان الذين في يدي مفيش حد ولا اي خصم ولا اي عدو هيقدر ياخدهم مني، الايه دي اللي بتتكلم ان الذي لا ياتي بثمر بنزعه، الايتين دول المؤمن بيعيش في ظلهم في رايي انا في توازن حقيقي. بمعنى ان انا متاكد الضمان إن دور الله في حياتي انا وضمان الله الابدي ليا انا اقدر اتكل عليه، لكن هو بيقول لي في نفس اللحظه دي اصحى ان في مسؤوليه عليك كبيره لازم تبدي اهتمام ومشغوليه ورغبه حقيقيه في انك تعيش عشاني، والاثنين ينفع يكونوا مع بعض والاثنين ينفع يكونوا صح. لازم الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض، لازم انا يبقى عندي ضمان بقدر اتكل عليه، لان انا ما اقدرش اضمن نفسي، ما اقدرش انا اضمن حياتي، وفي نفس الوقت لازم انا ابدي اهتمام، لازم اعطي كل حياتي للامر ده عشان اتغير الى تلك الصوره عينها. طيب في الوقت اللي بقى لنا من فضلك يا شيخ يوسف ناخد اخر واحده. طريق دي في 14 كانت قبليها على طول في والحياة. 14 بالظبط في عدد 4 في صح 14 تعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. بيقول لتلاميذه قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ فقال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. طبعا بعديها بقى ارنا الاب وكفانا، فقال له من راني فقد راى الاب، ده فيلبس بقى. لكن في الحوار ده فكره انك يعني احنا مش عارفين انت رايح فين، وبالتالي احنا مش عارفين الطريق. فقال له انا هو الطريق. لو المسيح في اللحظه دي قال له انا هو الحق والحياه ما جاوبش على سؤاله، على الحيره اللي عنده، على اللخبطه اللي عنده. وده بيدفعني اولا ان انا اكتشف انه من يوحنا 3 و4 و6 و8 يعني بالترتيب ده كده لغايه لما بنوصل ل 14 و15 المسيح ما بيجاوبش الا على الاحتياج. يعني ودي العبقريه، يعني ده اللي انا شاغلني، ده اللي انا عايز ان المشاهدين ينشغلوا بيه قوي اكتر بكتير جدا، مش اكتر يعني، لكن بنفس الدرجه اللي مهتمين ان احنا نشوف اعلان المسيح عن نفسه. كيف واين يعلن المسيح عن نفسه؟ كيف يعني ازاي في المكان ده في الاحتياج ده في الظرف ده بيعلن عن نفسه؟ لان احنا هنبقى في ظروف مختلفه عن كده وفي اوقات مختلفه عن كده، ازاي نعلن عن المسيح؟ يعني هي دي اللي احنا عايزين نتعلمها. لان انا بقول زي ما قلت قبل كده، بولس لما عرف المسيح المعرفه الحقيقيه ما كانش محتاج الطريق ولا الحياه ولا القيامه ولا الحق ولا النور ولا الراعي، وما قالهمش خالص. يعني لما لقى الصيغه اللي هو بيخدم فيها ناس بيشتغلوا مثلا في سوق العبيد، فسوق العبيد انت عشان تشتري عبد او عشان تبيع فكره الفداء، يعني ايه علاقه العبيد بالفداء؟ بتفتدي عبد، بتحرر عبد، فبتيجي يعني تسيده. الفداء مرتبطه بانك بسوق العبيد بتحرر عبد بالظبط. فهو قال لهم انتوا فاهمين القصه دي، المسيح جه واحنا عبيد للخطيه واحنا بيحررنا، فهو دفع الثمن فانتوا احرار. فالناس فاهمه لان دي لغه سوق هم عايشين فيه،
يعني او قال لهم جه عشان يبررنا، فدي لغه المحاكم. هم عارفين حكم القاضي في النهايه انه براءه هذا الشخص، ده يكفي. هو جه ادانا حكم البراءه دي، جه قال لنا هو كفاره، دي لغه الهيكل ولغه اليهود، فهو كفاره عن خطايانا. استخدم لغه مختلفه خالص عن لغه المسيح بتعبيرات تانية، لكن وصل لنا نفس الانجيل. وقال لنا هو بيسدد احتياجاتك دي، انت عبد، انت سيد، انت كاهن، انت ايا كان وظيفتك، هو قادر يكفيك. جميل. احنا محتاجين بقى ان احنا ناخد من الطريق والحق والحياه. هو اولا بيقول لنا انا الطريق. لا يوجد نبي، لا يوجد نبي يعني من البدايه، لو اعتبرنا نوح نبي طبعا، ممكن قبل هابيل نبي، يعني لانه الرب يسوع نفسه قال من هابيل من دم هابيل. لكن لو اعتبرنا اي نبي موجود من العهد القديم الى العهد الجديد، كويس، اي نبي جه عشان يرشدنا للحق، جه بيقول لنا انا جاي اقول لكم ايه هو الحق، يعني فاهم، فهو كويس. جاي برساله الحق كويس، لكن عمره ما حد يقول انا الحق. الحق ده الله الوحيد اللي يتجرأ، الوحيد اللي يقدر يعلن عن نفسه باعتباره الحق، هو المسيح. فجاي يقول لنا كده انا هو الطريق والحق. يعني فهذه هذا السلطان مش معطى لاي نبي ايا كان، هو نبي حقيقي مرسل من عند الله، لكن عشان يعلن عن الحق. لكن ما يقولش، ما يدعيش عن نفسه ان هو الحق. لكن المسيح لانه الله اللي ظهر في الجسد، فبيقول انا هو الطريق والحق والحياه. يعني ليس احد ياتي للاب الا بيه، ودي ثقه. هو وهذا الاعلان المتدرج بقى عن باعتباره هو الطريق الوحيد للخلاص، هو النور وهو الباب وهو الراعي، كويس، يعني وهو الخبز النازل اللي بيدينا حياه ابديه، وهو الماء الحي اللي بردك هيدينا حياه ابديه، واللي يفيد مننا ينابيع ماء للحياه ابديه. كل ده بيقول لنا، بيعلن لنا عن المسيح باعتباره هو المركز بتاع الانجيل. هو البشارة، هو الإنجيل نفسه. يعني مفيش إنجيل تاني، ما حدش يجينا بإنجيل تاني، ما حدش يجينا بتعليم تاني. المسيح هو الطريق وهو الحق وهو الحياة، قالها التوما، قالها للتلاميذ، وبيقولها لنا النهاردة، بيقولها لكل الناس. أفتكر أنه السبع دول، أيوة، إذا خدت الكلام بتاع حضرتك أكنهم نقطة الانطلاق لفهم شخصية وهوية ورسالة وطبيعة وكفاية المسيح لكل احتياجات ولكل جوانب العالم. حضرتك وبتتكلم انت عن ان المسيح هو الطريق، بصراحة يعني بتوه بسهولة في الشوارع، بتوه بسهولة قوي في الشوارع، وساعات يا اما تلجأ لخريطة، يا اما في بعض البلاد بيركبوا الجهاز دوت عشان يوريك السكة. حتى انا لما ببقى في حتة وفيها الجهاز ده برضو بيها بتوه. أفتكر أن الإعلان الأخير اللي حضرتك اتكلمت عنه في أنه هو الطريق اللي فيها بيقدم أنه مفيش حياة تايهة. أحب أني يمكن في اللحظات الأخيرة من لقائنا النهاردة يمكن يكون في بيننا ناس تايهة ومش عارفة تودي رجليها فين. الشيخ يوسف اتكلم عن الأعمى اللي مش شايف، ويمكن في ناس ليها عينين ومش عارفة السكة منين. في هذه الإعلانات المتكاملة اللي مشينا فيها مع الشيخ يوسف نثان ضيف الحلقات بتاعتنا، بيقول لك إن أنا السكة، أنا الطريق، أنا الطريق وأنا الحق. وزي ما استمعنا إنه ده إعلان يختص وحده بس، هو الله الذي مش بس يرشد إلى الحق لكنه في ذاته هو الحق. وأحب أفكرك بالكلمة اللي وقف قدامنا في بداية وقتنا مع بعض لما بيتكلم عن أنا كائن المستقل عن ما هو عداي، أنا لا أحتاج لأي شيء خارجي، فأنا هو الكائن، أنا الكائن. يقدم نفسه ليك النهاردة، وهو كفايتك، وهو نورك، وهو شبعك، وهو ريك، وهو البر اللي أنت بتعيش بيه، وهو المصالحة اللي أنت بتعيش بيها، الراعي في السكة وفي المشوار، والخبز والكرمة، هو كل الإظهارات الجميلة في المعاني الجميلة اللي قدمت لينا من شخص المسيح يسوع، اللي أظن كافي جدا لكل احتياج لكل عصر وفي كل وقت.